السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة حزيمة شارك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تحليل مجموعة من أسهم قطاع التأمين طلبت. هنبدأ كده يعني بالبداية كده بسهم ملاذ. طبعا ده شرط 10 سنوات، السهم وصل لمستويات عالية جدا ما وصلهاش من فترة كبيرة. هنا ده الترند الهابط الرئيسي من قمة 2014، كانت 63 تقريبا ريال. هنا في عندنا قاع ان هو كان 17.80، السهم اخترقه، ودي القمة الأخيرة اللي أنا كنت متوقع إن السهم يوصل لها. أي حد كان بيسألني على المجاز كنت بقول له هدفه 19.90، السهم فعلا قفل فوق 19.90. طيب حاليا فين الهدف اللي جاي؟ الهدف اللي جاي المنطقة دي مهمة جدا للسهم، لأن السهم لما وصل للقاعدة 17.80 وصل اختبر المناطق دي اللي هي 26.90 تقريبا، المنطقة دي وصل لها ما عاد يرتطم بيها كأدنى مرة وما عرفش ونزل وكسر القاعدة اللي هو 17.80. طيب ولو جينا بصينا أيضا بالفايبوناتشي هنلاقي ان هنا نفس المنطقة 161 فايبوناتشي عن 27.60. زي ما احنا دايما كنا بنقول ان لما بتتقارب المستويات فايبوناتشي مع القمم بيكون دي منطقة يعتبر مستهدف قوي جدا، والسهم حاليا مخترق اللي هي القمة اللي هي 19.90، فبنسبة 90% السهم رايح ل 161 فايبوناتشي. طبعا هنا في ترند هابط ده مهم جدا، لو في حالة ان هو اخترقه في مستويات تقريبا 31.5، تمام، طبعا السهم هيروح لارقام ابعد من كده بكتير، ممكن تعدي ال 40 ريال وممكن يوصل للقمة اللي هي الاولانية اللي هي 59.60 ثم ال 64 ريال. احنا مش بندي اهداف بعيدة، احنا بنمشي خطوة خطوة. لذلك احنا بنقول طالما السهم محترم القمة اللي اخترقها فاحنا بنستمر معاه، السهم قصر احنا بنخرج. فلذلك ان لازم كل واحد يكون واخد باله ان الاسهم في المراحل زي كده بيكون تذبذبها قوي جدا، وممكن تلاقي السهم يطلع نسبة وينزل نسبة، يطلع نسبتين ويرجع ينزل نسبة، فكل ده بيكون شيء طبيعي جدا. فالاهم حاليا ان انت اي حد داخل السهم ان هو يحافظ على مستويات ال 19.90 باغلاقات اسبوعيه، محترمها هيستهدف المناطق اللي هي 27.60. طبعا قبلها في مقاومات كتير، يعني هو وصل ال 21.5 اللي هي عند 113 فيبوناتشي، اختراقها بعدين ل 23.30 ثم 24.70 ثم 27.60 وهكذا، يمشي خطوه خطوه. ولكن بنسبه كبيره ان السهم بياخدها سلمه سلمه، ولكن بنسبه كبيره جدا باختراق قمه يبقى الهدف 161 فيبوناتشي. طبعا بعديها هيبقى الترند الهابط اللي هو يعتبر التاريخ من 2015، تمام. طيب نشوف السهم اللي بعد كده. طبعا احنا سهم متجلف حللناه، نبص على سهم اليانز مثلا. سهم اليانز هنا كانت عندنا القمة دي اللي هي 28 ريال، هو لسه لحد دلوقتي مقدرش ان هو يخترقها، هو اخترق المنطقة دي الترند ده وكمل عنده المنطقة اللي جاية ال 28 ريال. اخترق ال 28 ريال هيبدأ يروح لمناطق أبعد، اختراق ال 28 ريال هيستهدف مناطق تمتد إلى 39 ريال، تمتد إلى 39 ريال. هو حاليا محافظ على المستوى ده اللي هو القمة الاختراق اللي هي 19.66، هو مخترق 19.66 حاليا، هو عند مستوى ال 76 فيبوناتشي عند 23.77، هو ده قفل 23.88. فالسهم يعتبر إيجابي كويس جدا بالتداول بشكل عام فوق مستوى ال 21 ريال اللي هو ال 61 فيبوناتشي. يعني أي حد في السهم طالما السهم فوق 21 ريال فالهدف القادم بأمر الله 28، اختراقها بإغلاقات أسبوعية فالأهداف تمتد من 30 ريال إلى 39 ريال. ده بالنسبة للأليانز. بعد كده نشوف سلامة.
سهام هنا يعتبر مخترق الترند الهابط بتاعه، تمام، لكن هنا في ترند صاعد مكسور. هنا السهم قفل فوق النهارده، ولكن مهم جدا يوم الخميس يقفل فوق الترند ده، يقفل فوق الترند ده. اي اغلاقات فوق الترند ده هيبقى عنده، ده اول مستهدف هيبقى عند مستوى 24 ريال. المستوى المقبل بعديها هيبقى 27.75، ثم القمة اللي هي 34 ريال. لكن العبرة باختراق والثبات فوق الترند ده، ده ترند صاعد مكسور. وهنا السهم حافظ طبعا على اتجاهه الصاعد، مفيش أي مشكلة فيه. فالمهم المنطقة دي إن هو يعديها. وبشكل عام السهم التداول بتاعه فوق المنطقة دي اللي هي 17.5 ممتاز جدا. هنا عندنا قاع آخر عند 19.48. في حالة إن السهم مثلا مقدرش وريح تريحة، بيكون ده الهدف بنسبة كبيرة، مثلا حالة إن هو ريح. طب السهم اخترق وكمل، يبقى الهدف 24. لو جينا احنا هنا بصينا على فيبوناتشي وبصينا من القاع للقمة الأخيرة اللي هي 17.5، هنلاقي إن مستوى 161 فيبوناتشي تقريبا 22.70، قرب ال 24 ريال، يعني فرق بسيط جدا، تقريبا ريال و30 هللة. ممكن السهم يوصل ل 24 ويريح شوية. فحاليا الأهم إن السهم محافظ على المناطق الخاصة بيه، اللي هي أول منطقة 19.5، واللي أدنى منها اللي هي 17.5. ده بالنسبة لسهم سلامة. نشوف ولاء. سهم ولاء أيضا اخترق الترند، دي أول نقطة للسهم، تقريبا 23.30. السهم ما قدرش إن هو لحد دلوقتي يقفل فوقيها، السهم مش قادر إن هو يقفل فوق مستوى 23.30. طيب أي إغلاقات فوق مستويات 23.30 هيبقى الهدف فين؟ زي ما احنا متعلمين كده، هيبقى الهدف القمة دي اللي هو 29.70 تقريبا، 29.70. نشوفها أيضا فيبوناتشي من آخر قمة نازل منها أهو، هو قرب جدا عنده 25، ثم بعد كده تقريبا 30.80 فوق القمة اللي هي الأخيرة. فهنا السهم بالنسبة لنا أي حد داخل السهم، السهم أموره كويسة جدا، ولكن يحتاج اختراق مستويات 23.30 عشان يكمل ويوصل ل 29 ريال. هنا مستوى دعم مهم جدا للسهم، تقريبا 21.30 مستوى لحظي، مهم ان السهم يحافظ عليه. وهنا مستوى القمة اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي 19.20، دي تعتبر بعيدة شوية عشان الناس تبقى عارفة السهم عنده الدعم في حالة إن هو مقدرش يخترق 23.30، 21.30، تحتها 19.28، اختراق 23.30 هدفك 29.70. نشوف الدرع. طالما اخترق الترند اللي هابط بالنسبة لنا، فدي خلاص بتبقى حاجة يعني ممتازة جدا للسهم. تم الاختراق الترند الهابط عشان يبقى الترندات بس الموضوع يبقى واضح، واخترق القمة الأخيرة دي، القاع اللي هنا أعلى منه اللي هو 23.40، ده يعتبر دعم مهم جدا. عندنا المقاومة اللي بعد كده، ثبات السهم فوق 23.40 عنده أول منطقة 28.10، ثم اختراقها
يوديه 34، اختراقها يوديه القمة اللي هي 45 ريال. وأيضا السهم محافظ على اتجاهه الصاعد، ده حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا. طيب السهم لا قدر الله كسر 23.30، الدعم بتاعه 20.70، محافظ على 23.30، يبقى هدف اللي جاي هيكون 28 ريال، ثم اختراقه هيوديه ل 34 ثم 45 ريال. نبص بالفيبوناتشي ايضا، فيبوناتشي عنده هو المستويات دي 26.70 قرب ال 28 المستوى ده، تمام. فالسهم حاليا محافظ على منطقة مهمة جدا اللي هي 23.40 23.30. ده بالنسبة للدرع. نشوف سهم بعد كده، سب تكافل. سب تكافل يعني يعتبر لسه ما اخترقش الترند الهابط اللي هو من القمة بتاعة 2014، ولكن هو اخترق بعض القمم بتاعة 2017 لسه ما وصلهاش، وعنده القمة الأعلى منها اللي هي في 2017 أيضا في أول السنة عن 33 ريال. يعني السهم اخترق مستويات مهمة جدا، يعني السهم اخترق مستوى اللي هو 23.70، قعد فترة كبيرة جدا في المستوى ده. لو بصينا هنا في الحتة دي السهم قعد فترة كبيرة جدا هنا لما كسر، وهنا برضو قعد فترة كبيرة جدا يتداول في المنطقة دي، وبعد كده اخترق طلع وبنسبة كبيرة جدا السهم خلاص، يعني هو قفل 30.5، عنده المقاومة الجاية 30.80 ثم 33.10. اختراق ال 33.10 يوصل للمناطق دي تقريبا حول 40، 42 ريال، 41 في الحدود دي. لو جينا بصينا بالفيبوناتشي، هنشوف ان هو اختراق المنطقة دي يقدر يوصل في حالة اختراق الترند يوصل لمناطق 46 ريال، لان دي القمة الاخيرة اللي هو مقدرش يخترقها بتاعة شهر 2 2019، 33.10. اختراق المنطقة دي ممكن يمتد في حالات اختراق الترند، لكن هنا الترند بيتوازي مع مستوى ال 138 في البرنتش حوالي 41 اللي احنا قلنا عليه من شوية. فالسهم في حالة ان هو نحط الترند مرة تانية عشان مسحناه، في حالة ان السهم تم اختراق مستوى 33.10 في بعد كده صعود حول 42 ريال او 41 ريال. طيب نشوف اللي بعد كده، تأمين العربية. هنا تم اختراق الترند الهابط بالسهم، ولكن هنا بيقاوم أول منطقة مقاومة عند ال 18.90. هنا 18.90، 18.94، السهم مش عارف يقفل فوقيها، مش عارف يقفل فوق المنطقة دي. طيب أي اختراق لمستويات ال 18.94 بإغلاق أسبوعي عنده أول مستوى 20 ريال، ثم المستوى اللي بعد كده اللي هو عند 22.98، 22.98 هللة. لو جينا بصينا أيضا بالفيبوناتشي بالنسبة للقمة دي هنشوف الأهداف اللي بعد كده. اختراق 22.98 يستهدف سهم مناطق من 24.80 إلى حدود 31 ريال، ولكن طبعا زي ما احنا قلنا باختراق الهدف والثبات عليه والإغلاق إغلاق أسبوعي عشان يدينا الهدف اللي بعد كده.
ده بالنسبة لسهم التأمين العربية. الأهم من النقطة قبل ما نسيب التأمين العربية إن هو لازم يعدي 18 94 أسبوع يقفل أعلى منها. لو ما قدرش إن هو يقفل أعلى منها ممكن السهم يرجع يريح لحدود المناطق دي. دي نعم هنا لاحظي ممكن يوصل لهنا يختبر الترند المخترق عند مناطق 17 ريال مثلا. دي قمة اخترقها 16.62 وهنا الشمعة دي 17.36، يعني من 16.60 إلى 17.30 دي مناطق مهمة جدا للسهم في حالة إن هو لو ما قدرش إن هو يخترق ده وكان المقاومة عنيفة بالنسبة له فممكن ينزل يريح للمنطقة دي. نشوف الخليجية. سهم الخليجية هنا يعتبر مخترق أيضا قمة مهمة جدا، قمة 2017 اللي هي عند 20.48. طيب عندنا هنا في قاع مهم جدا ما قدرش يخترقه اللي هو 21.5. 21.5 لما السهم وصل المنطقة دي رجع ارتد الحول 34.90. لذلك المنطقة دي مهمة جدا. السهم اخترق منطقة 21.5 ممكن يوصل لمناطق 35 ريال، طبعا يكون صعود قوي جدا في السهم. لذلك ان المنطقة دي هتكون منطقة عنيفة. الدعم هنا حاليا منطقة 20.48، كسر 20.48 عندنا المنطقة دي عندنا 18.46، تقريبا فرق 10% من الدعم اللي هو العشرين اللي هو 20.48، فرق 10% تقريبا. اختراق 21.5 عنده أهداف تمتد لحد زي ما احنا قلنا 35 ريال. لو جينا بصينا أيضا تاني بالفيبوناتشي برضه اهو الاهداف كلها تمتد هنا، الهدف 161 فيبوناتشي تقريبا 27.80. 27.80 دي تتوافق مع القاعدة اللي هو القاع 27.40، ده كان في قاع في 2015. المقاومة القيعان أو القمم على الأسبوع مهم جدا إن احنا نخلي بالنا منها. يعني هنا السهم احترم منطقة 21.5، ارتد وصل إلى مناطق 34.90، نزل الدعم عمل 27.40، ما قدرش إنه يوصل تاني للمنطقة 34.90 وكسر. فلما بيجي يرجع تاني السهم بيحاول انه يختبر المناطق دي، ما قدرش ان هو يعدي فنزل، ما قدرش يوصل لها خالص خلال الفترة الأخيرة دي كلها من وقت ما كسر في 2015، تقريبا 5 سنوات، داخل في 5 سنين تقريبا. فحاليا السهم بيواجه المنطقة دي، اختراق 21.5 هيبقى الهدف بعيد جدا، يعني في صعود كويس جدا للسهم عندنا من 27 ل 35 ريال تقريبا. ده بالنسبة للخليجية. عندنا برضو أمانة نبص عليها، سهم أمانة. سهم أمانة عشان يعني حللته أكتر من مرة ولكن كل شوية بيطلب سهم. هنا السهم عدى مناطق ال 24.20، فالموضوع بالنسبة للسهم هنا دي كانت القاع، دي المنطقة كلها إن السهم كان بيتداول أعلى منها. تم الاختراق هيكون الصعود بنفس المقياس ده أو نفس دي المنطقة، تم اختراق يعتبر المنطقة دي، فالسهم لسه عنده صعود. السهم لسه عنده صعود، ده القاع اللي هو كان 8.43. السهم عنده صعود فوق تقريبا مستويات، يعني هو حاليا فوق 34
عنده 44 ثم 50 ريال، وممكن يوصل لحدود مناطق 65 ريال، لكن باختبار المناطق دي ان هو لازم يحترم بعد كده اي مقاومة ان هو بيعديها. طب لو جينا بصينا بشكل اكبر على السهم، عفوا، هنا في فجوة عند السهم عند المستوى ده، المستوى ده هنا فيه عند 50 تقريبا، في مستوى فجوة كانت في 2014 ممكن يقفلها بنسبة كبيرة، يعني صعود السهم صعود قوي جدا يعني. لذلك برضو الناس اللي جوه السهم، ان في اي وقت ان السهم ممكن ينزل 5% 10%، تمام، لا قدر الله، يعني ده طبيعي. زي ما السهم بيطلع صعود قوي جدا ممكن ينزل صعود برضو، ينزل هبوط قوي جدا، فدي حاجة طبيعية جدا. التذبذب القوي في الأسهم اللي اخترقت مقاومات ومناطق مهمة جدا ما وصلت لهاش من أكتر من 3 4 سنين، فطبيعي إن يكون التذبذب فيها قوي بالشكل ده. هو عنده هنا مستوى الفجوة دي تقريبا عند 47، تمام، ريال، ممكن يطلع يوصل يقفلها. هو حاليا دلوقتي 39 90. طيب في حالة إن هو كمل السهم، هنا إحنا عندنا المستوى اللي بعد كده تقريبا 72 ريال، وهنا القاعدة مهمة جدا بالنسبة للسهم، هنلاقيه يتوافق مع نفس المنطقة. هنا القاعدة عن 48، يعني القاعدة يعتبر التاريخ اللي انطلق منه السهم من 48 تقريبا لحدود 400 وشوية، 490 ريال كان القاعدة اللي هو 48 ريال. لذلك السهم رايح مناطق تانية، يعدي 48 ريال يخش في رينج تاني خالص، تمام، يخش في منطقة تستهدف من 50 للـ70، تمام. ده بالنسبة لأمانة. أمانة طبعا يعتبر دعمه حاليا بعيد تماما، يعتبر أقرب منطقة دعم ليه المنطقة دي اللي هي مستوى 31.5، ده يعتبر أقرب دعم، يعتبر دعمه بعيد جدا يعني. بالنسبة لسهم عناية، زي ما احنا قلنا اكتر من مرة، عناية عنده مستوى الفجوة اللي هنا وفعلا قفله، يعني المستوى اللي احنا قلنا عليه عند 36 40 تقريبا وفعلا قفله. السهم حاليا بنسبة 90% السهم متجه للمستوى ده، مستوى 51 ريال، طالما السهم قفل فوق المستويات دي اللي هي 35 ريال، يعني دي الفجوة اللي هو قفلها، ولكن دي القمة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي 35 20، قفلها وطلع فوقيها ومكمل السهم صعود أيضا كويس جدا. السهم يعدي 51 80، عندنا القمة دي اللي هي 57 ريال. لو بصينا هنا في مستوى هنا تقريبا الترند ده اللي هو 43 ريال، اختراقه طبعا هيوديه 51 ثم 57 ريال. دي مستويات مهمة جدا. لو بصينا على الفيبوناتشي بالنسبة للسهم، السهم حاليا في مستوى 61 فيبوناتشي عند 37 70 تقريبا، والقمة بالنسبة له اللي هي مستوى 51 60. اختراقها طبعا زي ما احنا قلنا يوصل مستويات الـ57، وبعد كده طبعا يخش برضو ايضا اختراق الـ57 في الستينات والسبعينات، يعني اختراق قوي جدا يعني. نبص على العالمية، من القمة اللي هي 39 75 تم اختراقها ترند، عندنا القاعدة 28 10، وهنا الأعلى 28 40، ده القاع
المهم جدا في السهم المناطق دي كلها هنا. طيب حاليا اختراق 28 10 هيبقى عندنا اول هدف ال 34 10، اختراق 34 10 هيبقى عندنا هدف 39 75، ولكن الدعم الحالي للسهم يعتبر ايضا بعيد شوية، مستوى الدعم هيكون حول 24 40، يعني الدعم 24 40 مقاومة 28 10، اختراقها يوصل 34، اختراق 34 يوصل 39 ريال. انا خلصت تحليل اكتر من سهم في قطاع التأمين، لو في اي حد عنده اي استفسار يسيبه في كومنت وان شاء الله هنرد عليه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.